هنتكلم على الكومبوننتس الاساسيه في النود جي اس اللي نقدر نبني بيها ابلكيشن ويب حقيقي زي ان ران فيرست ويب ابلكيشن ستيبس. اللي فات كنا بنطبع بس مسج، لكن عشان نعمل ويب ابلكيشن حقيقي بنعدي بثلاث خطوات اساسيه ثابته. خلاص اول خطوه دي امبورت ريكوايرد ميديولز، لازم ننادي او نطلب الميديولز الاساسيه ان احنا اللي عايزين نحملها جوه النود جي اس. النود جي اس عباره عن ميديولز، كل مديول بيقوم بوظيفه، انت عايز تعمل انا وظيفه فبتسترع الميديول اللي انت عايز تقومه وتشتغل من خلال حاجه اسمها ريكواير دايركتيف، هنشوفها دلوقتي في العمل. بالريكوايرد دايركتيف، ريكواير دايركتيف بالنادي باللود بي المديول اللي عايزين نشتغل بيه، دي رقم واحد خلاص اركن دي. بعد كده بنخش على خطوه 2 اللي هي كرييت سيرفر، لازم اكريت السيرفر عشان السيرفر هو بيبقى صاحي مستمع ومركز، اي طلب جاي من الكلاين بيطلب اي صفحه بيدوس على اي لينك بيعمل اي عمليه، السيرفر هو اللي بيبدا ايه يسمع الريكوست اللي جاي من الكلاينت ويشغله، زي كده موجود في الـ في الـ في البي اتش بي الاباتشي، وزي ما موجود في الاي اس بي نت الاي اي اس، وزي ما موجود في الجافا مثلا جلاس فيش او اي حاجه من الحاجات اللي هي الشهيره يعني بتاع الجافا كتير. وبعدين بيريد الريكوست ويريتن الريسبونس، في طلب جاي من الكلاينت ده اسمه ريكوست، في رد السيرفر هيرد عليه بصفحه او نتيجه دي اسمها الريسبونس. لازم الحتتين دول مفهوم جدا، ريكوست والريسبونس. الريكوست انا بطلب حاجه من السيرفر، ريسبونس برد على العميل على حسب الطلب اللي هو ايه طلب. دول الثلاث خطوات اللي عايزين نعملهم. طب عايزين نكريت دوت من خلال الفيجوال ستوديو كود اهو، هم جاي هنا طبعا من نفس المسار بتاعنا احنا عشان بروجرام فايل مش فاكر، المهم يعني فايل نيو كده ممكن ندوله سيف نسميه هو في اكزامبلز اهو، نسميه ممكن نكريت له فولدر نسميه فيرست اب مثلا، واجي هنا اقول له اب دوت جي اس سيف. في الاب دوت هبدا اعمل اكريت الاول او اعمل كرييشن لاول ايه لاول حاجه عندي ان انا استدعي المديول دي احنا اتفقنا عليها. بنعمل ايه؟ عرفت فاريبل عادي اسميه زي ما انا عايز اسميه، انا عايز اعمل فاريبل اللي هو اتش تي تي بي. اتش تي تي بي معروفه اللي هو هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هو بروتوكول نقل الملفات على الانترنت، سواء من الكلاينت طلب داس على لينك دخل على صفحه او طلب داس على زرار او رجعت له نتيجه، ده اسمه كله بيبقى من خلال بروتوكول اتش تي تي بي. فانا عايز استدعي الاتش تي تي بي عشان اقدر اعمل عليه العمليات، عرفت فاريبل سميته اتش تي تي بي بيساوي، وهنادي بقى على الايه؟ هنادي على ريكواير عشان استدعي الايه المكتبه او استدعي اللايبرري او استدعي الباكج او استدعي المديول بالكلمه الشهيره بتاعتنا في النود جي اس بنسميها مديول، استدعي المديول اللي هو في العمليه بتاعت الاتش تي بي والمديول اسمه اتش تي تي بي، ده المديول. ريكواير اتش تي تي بي ناديت على المديول اللي مبني اللي هو اسمه اتش تي تي بي وحطيته جوه الفاريبل اسمه اتش تي تي بي، خلاص كده الفاريبل ده بالنسبه لي يعبر عن الايه؟ المديول اللي انا عايزه اللي هي دي امبورت ريكواير مديول. نيجي بقى لكريت سيرفر، عشان الكريت سيرفر بنكريت سيرفر من خلال ده اللي بيكريت السيرفر اللي هو الاتش تي تي بي، ده هو اللي بيكريت السيرفر بتاعنا. فلو جيت قلت له اتش تي تي بي دوت هتلاقي في حاجات كتير جدا، من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هو كرييت، مش شايف هي فين اهي، كرييت سيرفر مش كده يعني كام على كرييت سيرفر دلوقتي، كرييت سيرفر افتح كده قال لي هو هياخد هياخد هنا كبارامتر لي هياخد فانكشن هنشوف ازاي، لكن المهم الفانكشن دي هي اللي بترن اللي انت عايز تخليها تشتغل بقى. بس قبل كده انا ده هقول له دوت ليسن يعني عايزك تشتغل، وبحدد هو هيشتغل على ايه، لازم احدد بورت واحدد الهوست، شايفين البورت والهوست السيرفر ورقم البورت اللي بيقوم في السيرفر ده، البورت اللي هيقوم عليه النود جي اس ابلكيشن بتاعه. طيب البورت ممكن نختار اي حاجه، وليكن اخترنا 8080 الشهير كوما السيرفر اكتب لوكال هوست، وممكن 127.0.0.1 دي برضه بديله لايه؟ لكلمه لوكال هوست، او اكتب اسم السيرفر بقى لو انت عندك سيرفر معين. طيب اتش تي تي بي هيكريت سيرفر لما هيقوم لما نادى على كلمه لوكال هوست يعني السيرفر المحلي اللي احنا عليه،
او www. مش عارف ايه .com السيرفر الرئيسي بتاعك على البورت ده. ماشي، ممكن تغير البورت رقمه زي ما انت عايز، بس ما يكونش محجوز، يعني ما يكونش في اي سيرفيس موجوده عندك على الاوبريتنج سيستم تكون قايمه على نفس البورت ده، واللي هيحصل بلوكينج او هيحصل يعني هيحصل تداخل وفي مشاكل. طيب السيرفر ده هيقوم يعمل ايه؟ المفترض يقوم هنا فانكشن، يشغل فانكشن هنا. دي اللي هي بقى بالنسبه لنا الخطوه رقم 3. عايز فانكشن، عايز وظيفه بتقوم بتريد ريكوست وبتريترن الريسبونس على حسب، او بتريترن الريسبونس بس او بتريد ريكوست بس على حسب ما انت عايز. هنا اهو خلاص. طيب ممكن اكتبها هنا على طول، الناس المتعوده بالجافا سكريبت ممكن اعمل بار خلاص. هسميها مثلا برنت فان، برنت فانكشن تساوي واكتب فانكشن، هتاخد تو بارامتر، البارامتر الاولاني اسمه ريكوست اللي هو اليوزر طلب حاجه، فالطلب ده عباره عن ايه، وريسبونس ده انا هرد اقول ايه، وادي اولها وادي ايه اخرها كفانكشن. وابدا هنا طبعا انا عايز هنا السيرفر ينفذ ده، فاقول له برنت فانكشن دي كده الفاريبل ده اللي انا عايز انفذه، اللي هو عباره عن بقى اللي انا اكتبه هنا بقى. خلاص انا هكتب هنا ايه، انا عايز بس اطبع في الريسبونس، انا اول ما حد يطلب الصفحه هقول له ويلكم وخلاص ولا اي حاجه وخلاص، بعد كده يبقى ربنا يسهل ونحسن. فالريسبونس ده اللي هو الار اي اس احنا سميناه كده، ممكن نسميه حاجه، ممكن اقول دوت رايت هيد، اكنك بتكتب في الهيد بتاع مين، بتاع ال HTML، فاقول له هيد 200 ده الستاتس كود مشهور، وهكتب ان المحتوى عباره عن تكست او عباره عن HTML او عباره عن ايه، عشان يعرف نوع التكست اللي انا هكتبه، نوع التكست اللي انا ايه هكتبه. بحدد هنا البارامتر بتاعتي ما بين قوسين دول، وبحدد انا هقول الكونتنت، اشهر حاجه بنحدد الكونتنت تايب، نوع المحتوى اللي هيطبع في الصفحه عشان تبقى صفحه مفهومه، وكولون كده واقول له عباره عن تكست، عباره عن تكست على بلين تكست، يعني نص تكست عادي مش HTML ولا في اي حاجه خالص. طبعا هنغير الكونتنت تايب ونخليه HTML، تكست على HTML، يبقى ساعتها ممكن ابعت اي HTML زي ما انا ايه زي ما انا عايز. قلت له response dot في الاند، في النهايه في الاند عايز ايه، هقول له عايز اكتب مثلا نود سيرفر رانينج، النود سيرفر رانينج دي اللي الكلمه اللي هتطبع بس وخلاص على كده. تمام، يبقى انا بس دي كده بالنسبه لي دي الفانكشن، حاططها ايه، حاططها عشان سيرفر رن. في ناس تحب معاملها كده على بعضها وبدأ وتشيل دي هنا كده ودي معامله كده، يبقى كله دخل في بعضه واشيل السيمبولون بس، برضه دي عادي ودي المحبوبه يعني، بس انا حبيت ابسط الدنيا شويه في الاول كده وبعد كده هنحسن الايه الوضع. ماشي، خلينا كده دلوقتي كده احنا خلصنا الفايل بتاعنا دوت. تعال نجربه، فهنيجي نوت على الديباج كونسول وهقول له عشان ارن، احنا طبعا دلوقتي جوه الفولدر دوت مش فاكر ايه هو، انا هقول له نود سبيس وهقول له اسم الفايل app.js. خلاص كده المفترض ان هو قام. نجرب ازاي، نفتح كده البراوزر 127.0.0.1 البورت 280 ادوس انتر، مش قايم، يبقى ما امشي ولا بلوك الهوست ولا حاجه. طيب ممكن يكون في عندنا اي مشكله في فيرست اب، ممكن يكون مش جوه الفولدر ده، مش جوه الفايل ذات نفسه. عملت كده رن، هقول له هنا نود سبيس واقول له اب دوت جي اس، دوست انتر،
طبعا اي حاجه من الطرق دي كلها مسموح بيها. هنرجع نعمل ريفريش، قال لي نو جي اس سيرفر راننج، يبقى انا اكيد كنت ما كنتش في الفولدر. يعني لو عملنا كده سي دي وقلنا له عايزين نخش على مش فاكر، اديله مسار كده كامل، هو الدنيا معاه مش مظبوطة شوية هنا، آسف هنا كنا واقفين أصلا في مكان غلط، دخلت كنا فين عند باج وأنا في التيرمينال، آسف. فأقول له هنا نود وأقول له هنا آد نود جي إس وست إنتر. طبعا قال لي أنا مش لاقي المديول جوه إكزامبلز، قلت له صحيح لأن إحنا مش جوه إكزامبلز، إحنا جوه بعد إكزامبلز بشوية. أنا المفروض أخش على إكزامبلز فيرست آب ست انتر، قال لي كده تمام. قلت له عايز بقى رن نود، عايز اقابل تو جي اس، قال لي في ايرور ماشي ثرو ايرور مديول مش عارف ايه. مش لاقي المديول دوت، ما ده خلاص عديناها. فاهم انا كده يعني هي فلتت معايا. اخر حاجه قال لي في ايفنت دوت جي اس في مشكله، المشكله عندهم هم في الفايل اسمه ايفنت دوت جي اس المكان الفلاني. كان بالنسبه لنا لما حبينا الرن ما كانش فيه ايه اي مشكله، والايه والسيرفر رن سواء كان ب 127. سيبكم من الفايل اللي طلع دوت 0.0.1 تمام. طب قال لي نود جي اس سيرفر ايه running بس. بكده نكون احنا ايه رنينا الفايل بقى كسيرفر مظبوط.